انتهت مرحلة إخراج الأزمة الحكومية إلى العلن لتبدأ مرحلة اقتراح الحلول. وفي هذا الإطار تحدث وزير الصحة علي حسن خليل عن أزمة مزدوجة، أزمة علاقات بين القوى السياسية وأزمة داخل الحكومة نفسها. ونؤكد على اعتماد الحوار وسيلة لحل اختلافاتنا ولرسم مستقبل هذا البلد ولجعله على سكة الحفاظ على استقراره السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي. نعم، وحده الحوار هو الكفيل في أن يحل المشاكل أو على الأقل أن ينظم اختلافاتنا حتى لا تصبح خلافاً يؤدي إلى انقسام حاد في علاقات المكونات مع بعضها البعض. وفيما دعا خليل إلى إعادة تنظيم عمل الحكومة لتصبح أكثر إنتاجاً، انتقد النائب علي فياض رئيس الحكومة من دون تسميته، رافضاً تعطيل المجلس وداعياً إلى احترام أحجام القوى السياسية والطائفية. إنما نخشاه أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن يكون لدى البعض أجندة مخفية وحسابات غير معلنة، وأن يظن هذا البعض أن مصلحته تكمن في التشدد، ولو أدى هذا التشدد إلى عرقلة المجلس مجلس الوزراء. واعتبر فياض أن المرحلة هي مرحلة التعاطي بمسؤولية دون الانجرار إلى الحساسيات الصغيرة.